دكتور ايمان عبد الستار وهبه. ايوه احنا خدنا الشاي الاخضر من الشباب اللي يفرح اللي ورايا وبدانا مشروع جديد في علوم الاغذيه. تمام. ازاي نستخلص مواد مضاده للاكسده تحفظ لينا انواع كتير جدا من الاطعمه، صح ولا لا؟ صح. احكي لنا. اكيد ده مش عامل لنا عرض عشان ناكله. لا، كل حاجه لها سرها. احكي لنا. اولا هو الفكره جت لما قسم الاراضي كلمنا ان هم يزرعوا شاي اخضر وعايزين ان هم يعملوا مشروع مشترك معانا، ان احنا ناخد الشاي ده ونوظفه لهم في التكامل. منتج. اه طبعا. فاحنا لما درسنا الشاي الاخضر لقينا ان في نسبه مضادات اكسده عاليه، فقلنا ليه ما نستفدش من مضادات الاكسده الموجوده ديت ونبدا ان احنا ندعمها في منتج. كل المنتجات الغذائيه على المستوى التصنيع الغذائي كلها بيكون مضاف ليها بعض مضادات الاكسده الصناعيه، فاحنا قررنا ان احنا ناخد مضادات الاكسده الطبيعيه الموجوده ديت ونبدا ان احنا ندعمها بمنتج. عايزك توضح لنا ايه الفرق ما بين الثلاثه دونالدز دول. تمام. اول عينه ديت عينه كنترول، كنترول يعني ما فيهاش اي مضادات اكسده خالص. العينه الثانيه ديت اول عينه فيها مضاد اكسده من عينات الشاي هي والثالثه. طب انت اول ما دخلت انا الصبح خليتيني ادوق اللي هي الكنترول، قلت لك دي اللي انا متعود عليها، وبعدين دوقتيني اللي بالشاي. ايوه. قلت لك عاديه زي الكنترول ما فيهاش اي اختلاف. دوقتيني اللي بمضادات الاكسده الصناعيه، قلت لك ما فيش اختلاف. ما فيش اختلاف في الطعم. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان انا اضيف مستخلصات الشاي كمضاد اكسده طبيعي في قلب المنتج بتاعي وما فرقش بينها وبين الكنترول. ده معناه ان هي ما اثرتليش على الخواص الحسيه للمنتج. صنعت كمان منتجات صح كده؟ ايوه. ايس تي، وده خوختي. ايوه صح ولا لا؟ بفليفر بقى مختلفة يعني. يعني نقدر الشاي الاخضر الشاب الجميل اللي ورانا ده. أيوة. مهندس الزراعي المحترم عمله هو فريقه. أيوة. نقدر نطلع منه منتجات كتير جدا. بالظبط. صح احنا كده؟ لازم، ما هو ده دورنا بقى ان احنا نجمل لهم الشغل.